السلام عليكم، صباح الخير. الساعة حاليا 6:17 دقيقة في صباحا بتوقيت الخرطوم، يوم 12 أغسطس أربعة 12 أغسطس 2020. أنا بصور جنب المدرسة الأهلية في الملازمين، نوثق لجدارية جديدة. حابب الليلة إن شاء الله أوثق لجداريات لي علاقة بالكورونا، علينا كسودانيين يعني على حسب البقرة في الجداريات معاكم. يعني الجيش الأبيض واثقين منكم. تشبيه الحل في الفن، هو الناس بتتابع لايفاتي بتلقوا انه كان وثقت لي كم جدارية من المسمى ده الحل في الفن. هم جماعة عاملين من التشكيليات تشكيل عاملين جدارية حلوة جدا في كم مكان في مدرمان، في خرطوم، خرطوم بحري. تفاصيل حلوة جدا، عجبني فكرة التاج معمول للدكتورة دي. خط جميل، خط حر، عامل خطوط الرقعة بالنسبة للتفاصيل زي دي. ده كان الرقم اللي بيتصلوا عليه لبلاغة الكورونا شكل الفيروس. طبعا ده شكل الفيروس برضو. الحال في الفن وتشبيك نفس الحكاية. ممكن تكون دي الكرة الأرضية، بما إنه فيروس كورونا هو هاجم العالم كله يعني ويرلد وايد. ميدو كان الجدارية اللي امبارح والناس تابعتها، جم حوادث وأمراض النساء وجمع الإصابات حاجة زي دي. اللي هو في الشارع ده اللي قدام، قبل ما بعد ما نفوت الجدارية الحلوة بتاعت بزيانوس دي، بتمثل الدرمان القديم بالتفاصيل. ده كان مني لايف كده سريع كده مع الصباح. الجدارية دي ما فيها كلام كتير بتقال، براح بتعبر عن روحها. تحية للجيش الأبيض بكل مكوناته، سيسترات، ممرضين، دكتورات، دكاترة، مستشفيات. تحية للدكتور أكرم، وزير الصحة السابق، اللي حاول إنه يودينا في التراك الصح، كيف إنه إحنا نواجه الكورونا دي. لكن ردت في الشارع واللوبيز اللي حصل عشان الشال كانت عنيفة جدا، وده موضوع تاني يعني ما حابب اتطرق له. الله يفتح عليك، علاقة بالجزائر.